اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الحشوة اللي هي سهلة بزاف، يعني تقريبا المقادير ديالها تيكونوا متوفرين في اي دار. راكم عارفين دابا رمضان على الابواب والانسان كيحتاج يعني كتكوني كاسكة تبقى تقولي شنو ندير. يعني راكم عارفين 30 يوم ما شاء الله في رمضان الانسان تيبغي افكار. مهم، غادي نشارك معكم اليوم واحد الحشوة. بالنسبة هنايا انا درت الكفتة، يعني عمرتها بالكفتة. كنت سابقا درت معكم واحد التعميرة ديال لاداند، يعني دخلوا عندي، غادي نخليه لكم هنايا في صندوق الوصف. صافي، عندي هنايا البصلة، عندي الفلفلة، الجزر حكيته، عندي زيتون مقطع، الحامض مصير، الربيع، وخلاص التوابل. حتى جيت ملحه والابزار والتحميره، انا كنكثر التحميره، وشويه ديال الخرقوم والثومه. وبالنسبه للحرور، انا كنحتاج، يعني كيعجبني هكا هادشي ديال الترميل، كيعجبني يكون حار شي شويش باش كينسم. راكم عارفين الحرور تينسم واحد شويه. بالنسبه للحرور تيبقى اختيار، يعني تقدري تضيفيه تقدري ما تضيفيش. وطبعا اي واحد كيضيف النكهات اللي هو تيبغيهم وتيبغي يدقهم في الماكله ديالو. صافي، بالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا يعني في الفيديو، من بعد ما غطيب لي الحشوه غادي نزيد ليها، غادي نضيف ليها الشعريه الصينيه. بالنسبه للشعريه الصينيه كيف ما كنقول، انا بالنسبه لي عاوتاني كيبقى هادشي اذواق، يعني انا كنعطيكم الفكره ديالي ربما تعجبك، وكتبقى يعني نتايا وشنو بغيتي دير. بالنسبه للشعريه الصينيه ما تكترهاش بزاف في الحشوه ديالك باش ما تكونش هي غالبه وما كتعطيش واحد يعني طعم زوين. يعني ملي تسالي يعني طيب الحشوه ديالك صافي طيب، يعني في مره غادي تضيفي داك الشعريه الصينيه، ضيفي غير واحد شويه يعني بحال تكون غير منسمة بها وصافي. وهاد الحشوه هذه كتستعمليها اما في ورقه البسطيله واما في المعجنات. انا بالنسبه هنايا استعملت هاد الورقه ديال الفيلو. عاده كنستعمل واحد الورقه ديال البسطيله عندنا هنايا في كندا، فانتوما في المغرب كاين ما شاء الله يعني الورقه يعني واجده، كاينين النساء تعرفوا يصايبوا الورقه ديال البسطيله. انا هاد الورقه ديال الفيلو صراحه عذبتني واحد شويه، يعني كانت كتقطع. هنا بغيت غير نوريكم الطريقه، يعني الا بغيتو ديروها دائريه، اما انا بغيت نديرهم يعني يكونوا شويه مستطيلين او نديرهم شويه عرض. خلاص، عندي الزبده تما التوراق. بالنسبه انا شنو درت، النص ديالهم طيبتهم ديك الساعات، يعني دخلتهم الفران ونصهم احتفظت بهم في الكونجيلاتور. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش كيفاش دير تحتفظ بالبسطيله، يعني هكا بسيطلات صغيورين تحتفظ بهم في الكونجيلاتور، كتجيبي كديري واحد الصينيه ديال الفرن كتحطي فيها البسيطلات ديالك وكتخلي كتهزي داك الصينيه ديال الفرن كتدخليهم للكونجيلاتور، تخليها حتى كيجمدوا، يعني حتى كيجمدوا مزيان. من بعد كتجبدي داك الصينيه ديال الفران، تهزي البسيطلات ديالك كتخبعيهم في البلاصه اللي انت باغا تخبعيهم، يكونوا محكمين مزيان يعني مشدودين وصافي. وكتخليهم ديك الساعات كتبقاي تجبدي بالقياس اللي انت بغيتي، يعني ما طيبيش البساط ديالك وتدخليهم للكونجيلاتور. هذه ما ننصحكش بها نهائيا، لكن راكم كتعرفوا ان البسطيله كتبغي تنكل سخونه وتتبغي تنكل يعني تكون كتخشخش كي تنقولوا، اما الا طيبتيها ودخلتيها صافي كتخسر. صافي، هذه غير واحد يعني النصيحه. دابا راه كما عرفتوا رمضان جاي، يعني الانسان تيبغي يصايب ما امكن ويحط في الكونجيلاتور. بالنسبه هكا البسطيلات، انا حتى المعجنات ما تعجبنيش نصايبهم ونحطهم في الكونجيلاتور، تعجبني هذوك المعجنات نصايبهم ساعه بساعتهم. المهم، كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، والى اللقاء في فيديو جديد.